ففي الكويت تقلدت المرأة بعض المناصب الرفيعة مثل أول مديرة جامع الوطن العربي، مندوبة دائمة ورئيسة بعثة هيئة الأمم المتحدة كأول عربية ومسلمة في هيئة الأمم، عضو منتدب بالأوابك وأخريات أيضا تقلدن مناصب عديدة كوكيلات وزارة ووزيرات. لكن الأعداد ما زالت قليلة لمن يمثلن نصف المجتمع الكويتي. إنني أعمل في معهد الكويت الأبحاث العلمية منذ تخرجي من جامعة الكويت بتخصص الهندسة الميكانيكية. منذ أن تم إنشاء المعهد في عام 1967، بعد 49 سنة تقلدت امرأة منصب مدير معهد الكويت الأبحاث العلمية، هي دكتورة سميرة سيد عمر، وهي من إحدى الباحثات الحاصلات على أعلى درجة علمية في المعهد. يعني على الرغم من تميزها علميا لم تحصل على هذا المنصب قبل أقرانها من الرجال. إن التحاقي في مجال الهندسة الميكانيكية وانخراطي في العمل في مجال أبحاث الطاقة لم يكن بالأمر السهل، لكن بالمثابرة والإصرار والتمكين من المرشدين ومساندة الأهل والأصدقاء، بالإضافة إلى اقتناء الفرص والانضمام إلى الجمعيات المهنية والاستمرار في التعليم والتدريب، تمكنت من تحقيق الكثير في مجال عملي، الأمر الذي سخر لي التميز في مجال تخصصي محليا وإقليميا وعالميا. إن تقلدي لمنصب رئيس منظمة مهندسي الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية جاء نتيجة لعمل دؤوب على مدى 22 عاما من التحاقي في هذه الجمعية. ففي هذا العام أترأس منظمة تضم في عضويتها ما يفوق 18,000 مختص في أمور الطاقة، 30,000 مهني معتمد، وهم يمثلون أكثر من 100 دولة من دول العالم. اختياري لهذا المنصب كأول امرأة عربية مسلمة ورابع امرأة في تاريخ الجمعية والتي أنشئت في عام 1977 ما هو إلا دليل على إيمانهم بكفاءة وأهمية دور المرأة في المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة.